وارمها دكفار كانوا نغضي وآد عن لياب كذين نجب حلاقي هاي دولة الصومالي الآن مريكم باب بس يا لغسي يي سلك وبلاب يي وسود دقي ربا دي بيول قلدي دبي وقت دير بيت دقنيد وسلك بي كل هذا هاي وح كم رمي ما أرقنو صومالي هذا شيشة وكانوا سيدا موقتا حيبه هذه أوتنبا يدلكي أوتنبا والقوة رجية تركي تركي ما ألف بوكا إيمان هيا وح صومالي هو تركي قبل الله كله ومامل كله ما أرقنو ودولة دي سمدحكا لكن إثيوبيا ودد جارة وولغي تغال كنسو وذا قلي جري مرمر دي ولالو بو اسكو دعانه ولا بدا ولاليه حم با اسكو قبصدان ولا اسكو يماد دغال هو بي سني اي سو ابوتن او دعاي حالي ده امان اوغو بدن ودن كي اورمدا اي سومالي دو دغال دي غميستياشي اللي اسكو حرين اي وي سو ودا قلي جرين ولي قد مقع قوده لهان جرين سومالي ابو اي سومالي وريا سومالي عريرو سومالي ايكا و هاسا لاخري جري يا سومالي كوتر و ري ولي يوكل كين لو در مركا دد كان دد ولا لا سو اهن جري اون كلام ما منو سو دغال سو ودا غلي جري اسكو قحوتيه كحقن كتغا سومالي او كو قحوتيه كحقا كسو بقدا حقن كو قحوتيه استيد يدا كالنت الصدحات او وين بي كولاده سومالدو دولتي دحاي مدح سرسره كولاده غديده او سريه مامولكه marka anagii walaalaha ahayn ee nin kasto oo Soomaaliya jooga reerkoodi xaqan u yahay iyo marjiciisi waxana loogu diidan yahay 20 kilometer oo dhowr markab meesha aan dhigano iyo ciidanka ilaaliya ee dowladaha kale ee meelo kale ka imanaya ee cududa leh iga gurbaada tiraa inay ku yeeli iyo in kale aan la garanayn ayaa وكان فلسطين واحد لغو سميه وادر اكتان واحد تار رالي لغو يهي او سومالي هاي سوغو وافقسان تاي شالي واحد مقلي بارلمان كماركي لسوهر ديه هشيتس كتوركيا ايه سوماليا واح قرال او قضبادي لغو هشيه بارلمان كي لو طيبيه مقلينين مدحوينو انتو بارلمان كدح فرسته قضبادا ايه قضبادا ايه قضبادا سان كو هشيني بارلمان كي وارتس او كي يري مقلين عاطفت إثيوبيا وينغا دفاعية إثيوبيا دادكي قلبي سا لغا دادعي أفكين عام كجرين بل أرمهان كي والالكا هي فرطو حكتا لغو حداية هذه شكاشنة اسمو قيلة دوويدين أود كافوغي دحان كامع علسان ليدي دولد دهالكا آكا سو دوليس لغا با يابا وبدي ودن بين لغا يبسا ديبا واسكا قرو دل دلال ليدي خيرات كودا dowladdu hor maray weeyaan qusayaal bay leeyeen shidaalkiiba iska guran karaan ee badda ku jiray macadantii kaluunkii aduu ii ilaali xilligi loodan jiray talyaaniya oo elitariya ilaali sirayaasha marka arimaan waxa tan mubaaxa ka dhigay ee dadkii walaalka ahaa ee kula dhashay ee qaarka ku jiray ee reerkiini qaarkii uu ku intifaacayo heshiisyadana loo fogeynayo loo cadaadinayo arrimaha ah yaabannahay ee dadka caqligi iyo garashadii iyo dhalashadii ee suudamqashadii xaqee laga geeyay iyo jaarnimadii xaq jaar jaarku xaq u leh diinta xadiis waxaa jira rasuulkeena laga wariyay abu daawud iyo nasaa'i ay soo saareen haddii sida ay carabka ku leeyihiin xabashi baana qabsanaysa xabashi nabigeennu dacul xabashata maa wadacuukum buu yihi nabigu xabashi talkana ardul xabuush la yidhaahay xabuush iska dhaafa buu yihi nabigu ha isku taataabanina intay iyagu idin taabanhayaan ha isku taabanina nabigeenni in lagu dhaqmo dhaq watruku turka maa tarakuukum turtigna ka taga inta idinku idin daynayaan ha isku taabanin kolka nabigaaba horeba noo sii simay inkastoo turkiga macnihiisa
تركيا كان إمك ميو يهمس تركيا كلو تتارين تيو جابان يا تشيني يا قليا كلا أيكو فسران لكن ما إمك تركيا أم بويا كل كهربا والله إسكو كارل الله راي دين تما لقول دغمو محن لو دان دان سنة يا محن لو عاية أرض الحبيش بهدي عرب تنوب حسين ما بنين سو مهلي بابو ولا لناي ودن كودن بل إسلو أدن جرا اللي حضارتي قريش تا أرض الحبوش لودن أيه ده إسكا دافر لقى ما فائدة أيه ودن كانت أهل الدين أو متقينا أو حبار كودي كره هذا دو سعون الله قد جبوله دولة بدن با إسكو ده حديثي دال دال الله إسكو ده عمو أهد بغض ما هتصنت حي واقع هي ضدك واحد كو هاد ليان أهد بيوك الفقت سومالي لان هشيس كعيدة إلى جلس يدا حق له أود نقوله شايق الشدة دولة دي وكميسان أي أما قيبتي سومالية وكميسان أي تليانو أد شايق الشدة شايقان أي سومالي الله لابي يصدو كاسم وحويان لبعطادة يو إسفحان لعانت يو والالتين نمدا لما لو البعض نحضا لقيقة شوف سنة هو حكاية ما نسمع وحوية سومالي لان قبل نمدير واتو اي قعنتي ركولار تيمد واتو يدو اي لوميستاي بلوغي لحلن كي واحدو قيد سومالي لان يدو دونيسا ان اي سو اي كحاول قشو مدام اي حايد عدي كوباد اي خادطا علنكا ان اي كحاول قشو شنتي سوماليات او كلكا qaybina ay NFT yahay qaybina dowlad deegaankan imka kalalka shanaad wixii loo rajay yahay qaybina ay jabuuti yahay qaybina ay yahay qaybta uu talyaanigu gumaysanay Soomaaliland waxa ay ciddi koobaad ee u tanaasusha si loo helo Soomaali mid ah oo geeska awood kula oo iskaashata ciddi qurahayd ee wixii uu lumisay yahay degdegii iyo dadaalkii waqtiga ay Soomaaliland ay sameysay iyadoo صدر يسعي الدولة الأقوى سيئي لددتشي وحكاني مدبضان اللقوء الأوليني إن لو حول قلو عمل لقود دادالو إلا مدائية سومالية شانتي سومالية تاس وحن كويني وحبضان أو أحيد إن نتأني إيه دادال سمين وطمانت كينيسا أقوى سيئي أنقو أنو كيني يتعب كيد عن اللحين السومالي لها صوب طوحي in maanta annagana lagu dhibo oo ama hawada iyada wax lagu yeelo ama badaha iyaga wax lagu yeelo ama xoolaha iyaga wax lagu yeelo ama magac iyaga wax lagu yeelo ama xiriirkan caalamka uu yeelo la yeelanay wax lagu yeelo waa sabab annagu aanu lahayn waa qaladaad dadka iyaga waqtiga joogay oo niyad fiicna oo caalamku sidoo dhaqmara ah wax badan aqoonin ay sababta u ahayd iyo caadifad ahayd in Soomaali la mideeyo taas anagu waan ka bogsanay maanta waxaan ogaanay Soomaalidu waxay qiimo ku leedahay qolo waliba halkeeda inay dawladnimadeeda ku ilaashato walaaltinimadeeda ku ilaashato inta kalena magacu ka dhaxeeyo walaaltinimada taas aan isku caawinay maanta waxaan ognahay dalka Jabuuti kolon badanna waan ka hadlay maanta Soomaaliya dadaalkay gelisay iyo awooday gelisay xuquuqal baynu nahay dal galiyay lama helay waxay sameysay dawlad diski koobaad kulka ay duntay dawladdi dhaca la wada lahaa waqtigaas waxay ahayd dawladda Jabuuti dawladda qura ee dhexda u xiratay inay nabadda ku soo celiso intii uu talyaanigu gumaysanay waayo Soomaaliland waxay bilaabeen 1990kiiba kulka la soo noqdeen awoodoodii inay iyagu gudaha ay heshiiyaan oo dadkii la kala jeediyay iyaga la isku adeegsanay Soomaaliland dadkii qabsaday aqligooda iyo dadaalkooda waxay sameeyeen aanu taatayba dab la qabay inay xagga dab ka saxaan taasa waxay muujisay in cadaawad badan oo la isku galiyay dadka kulqura laga tanaasulo oo la yiraahdo wadankeenii aynu wada lahayn aynu 60 km luminay aynu la soo noqono walaalaheena wanaag aynu u hayn oo iyagana inaga dhexdeena wixii niyaalayna aynu halka iska dhigno inu xalay dhalay ka noqon aynu wada ilaashanno wixii aynu wada lahayn aynu lixdankii aynu sida fudud
أينو محان كلها دبكة أينو سيدا فدودو قد بدنين أين وليبا لقاتش علين أينو قيمين والله إنكي وقت قاس أنو إن عيالة وكشي كينا إلا هيتش أنو إنكي ساكو عسومي أيا واحد لقي استمدح وين عيال أوحو كشي كينا يقول كاي قيين عالكا إيو وليبا قولو إن بدانو كالوطات كي وقت قاتل لنا يي وحي شاكين إن حتى لقولت لي إن يبدو إيو ويساسور ديسان qoladan kalena ay dowlad diskood iyo wax xog iyo dib isku habeeyaan heshiisku hadii aan la arqaladeynin oo maaragtay aan dhinacyo kale aan loo fasirin heshiis aad u wanaagsan oo isu soo dhaweynaya labada bulsho Soomaaliland iyo Itoobiya oo ahaa faa'iido aad u farabadan u leh labada dhinacba iyo bulshada ku kala nool labada dal Soomaaliyada aynteeda Soomaali magac iyo haybtaba way wadaagaan Soomaaliyada dhinac kale u fasiratay hadii sida heshiisku u dhacay ay ku daayaan gaar ahaan dawladda xamar ka dhisan faa'iido wanaagsan buu iyagana u leeyahay xiriirinta iyo isu soo dhawaansho waana la sii durkisan kari lahaayo iyagana heshiisyo kale oo kuwa la mid ah oo labada shacabba iyo labada dalba faa'iido u leh umbaa lagu sii ballaarin lahaa ujeeddo dheer buu lahaa laakiin waxaa jirta carqaladayn iyo fasir kale oo loo fasiray arrintii boos salig military oo maaragtay la kireystay oo kiradaasi kira wadankana maaragtay uu ku kalsoon yahay oo anfacaysa ay la socoto walaalnimo isaqoonsi isu soo dhawaansho san horeba dalalka geeska Afrika markaan u mareynay walaaltinimo iyo wada dhalashana ay ku dheehan tahay oo aan ku jirin waxyaabaha lagu fasirayo Itoobiya Itoobiyadii hore ee dalbalaadsiga ku dhisnayd oo dhinac walba oo geeska Afrika dalalka jaarka ah ku dalbalaadsan tirtay dawladihii Abasiiniya siyaasadoodii hore oo laga guuray casrigii iyo xadaaraduna tii hore aan ahayn maamulka imika jiraana kii hore uusan ahayn iyo ku dhowtoona siyaasadihii hore iyo ku tiri kuteenna maaragtay mala awaala isagoo raadadkii maaragtay dawladdani dalka Itoobiya ka talisay markii horeysay talada la wareegeenba falal wax ku oola Soomaaliya tustay oo maaragtay cabburintii iyo xugunka gacanta midigta oo isaa u hayeen nimankii dawladda u dambeeyay ee Tigreega Itoobiya un bay ahaayeen oo kursiga u gadaal fadhiisanayay Soomaaliya madaxweynayaashii hore Xasan Kankambid ba rimood lagu shaqeysanayo ku aha inay Soomaaliya dhaqaaqdo oo maaragtay dawlad xoog leh oo maaragtay magaceedii iyo muuqii adduunka ay ku lahayd ay soo noqoto afkana laga sheegayo aanan loo ogoleyn oo ay tabar yeelato ay aqoonsi yeelato xiriirkeedii si guud adduunka ay kursigeedii u soo ceshato aan loo ogoleyn isla markiiba markii isbeddelka dawladdana ay timid maaragtay cunaqabateyntii iyo amar ku taagleyntii iyo isla weynidii iyo hanjabaadii talada lala haystay waa laga saaray madaxweynihii kan ka horeeyay si walaaltinimo leh oo maaragtay ay ku dheehan tahay dal xigta ahaan ayaa loola shaqeynayay oo maaragtay dagaalada gudahooda ana laga caawinayay waxay uga baahan yihiin